الله دائما وابدا. نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذه الانطلاقات الصباحية لتعلن انطلاقة شوطنا الثالث للزمول المحليات الأصايل. بدأت هذه الأسماء وهذه الشعارات في الانطلاق نحو الفوز ونحو الناموس والانتصار. أول المراكز، أول الشعارات، رحال مع البداية، حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي من يتابع وينطلق مع انطلاقة رحالي وحضوره. المركز الثاني القادم في هذه اللحظات من الجانب الأيمن، أتابع انطلاقة وحضور هذا الشعار. هنا من يحضر؟ الأسد سالم بن حمد بن سلطان المنصوري، وأتابع المركز الثالث القادم في هذه اللحظات. يحضر هنا معزز محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي قادم وحاضرا مع معزز وحضوره. والمركز الرابع في هذه اللحظات يحضر هنا مشاهدين الكرام الطايف لأحمد بن راشد بن محمد المنصوري. والمركز الخامس القادم في هذه اللحظات وفي قادم مع خامس التحديات خليفة بن جمعة بن عتيق. الرميثي قادم، الرميثي حاضر، بينما المركز السادس يتقدم شهيد لناصر بن حمد بالسم. المنصوري قادم مع سادس الأسماء، بينما أتابع المركز السابع القادم في هذه اللحظات برزان. برزان هو القادم، السيل بن مبارك بن مرخان الاكتبي هنا يتابع، هنا ينطلق مع المركز السابع وثامن الأسماء. أتابع ربان في هذه اللحظات يتقدم هنا ويحضر بهذا الحضور. حمد بن محمد بن علي بن حاضر الاكتبي قادم في هذه اللحظات مع الريان ليحضر في هذه اللحظات. أيضا القادم، أيضا الحاضر، هنا مشغل السهيل بن حمد بن ذويب العامري. والمركز أتابع العاشر من يحمل الرقم عشرة مندفع في هذه اللحظات في هذه الانطلاقة، شعار علي بن راشد بن مسلم العمري قادم وحاضر مع انطلاقته في هذه اللحظات. هكذا نداؤنا الأول للأسماء الحاضرة للشعارات المتواجدة من خلال هذا الانطلاق، من خلال هذا التحدي. العودة من جديد إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول مع الزمول وهدير الزمول وحضور الزمول في صباح هذا اليوم. مع مقدمة الشوط يتقدم هنا شعار بن حماد ويحضر هنا في هذه اللحظات مع معزز محمد بن علي بن محمد بن حماد. الشامسي مع البداية، الشامسي مع الصدارة، الشامسي مع أول المراكز ومع الكادر الأول. يتقدم معزز بهذا الحضور الكبير. المركز الثاني القادم في هذه اللحظات الأسد لسالم بن حمد بن سلطان المنصوري، ورحال مع المركز الثالث بشعار حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الكتبي. بينما أتابع المركز الرابع القادم في هذه اللحظات يتقدم وافي لخليفة بن جمعة بن عتيق الرميثي. المركز الخامس القادم شاهين لحمد بن ناصر، هنا ناصر بن حمد بالسم المنصوري قادم مع المركز الخامس ليقدم لنا شعاره ويقدم اندفاعة هذا الشعار. بينما المركز السادس الطايف، الطايف بدأ في الحضور
الطايف بدا في الوصول ليتقدم احمد بن راشد بن محمد المنصوري. المنصوري بدا في حضوره، بدا في تواجده من خلال هذا الانطلاق مع سن الكبار. اتابع مندفع القادم هنا والحاضر علي بن راشد بن مسلم. العمري قادم، العمري قادم هنا يتقدم في هذه اللحظات. بينما القادم هنا مشغل سهيل بن محمد بالذويب. العامري قادم واتابع ريان لحمد بن محمد بن علي بن حاذة. الاكتبي قادم، الاكتبي حاضر ووصل ايضا في هذه اللحظات. السلع قادم هنا محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي مع انطلاقة شعاره وحضور السلع في هذه اللحظات ليتقدم بهذا القدوم وهذا الحضور. ايضا اول نداء لسلهود سيف بن مسفر بن راشد. العميمي قادم، العميمي حاضر مع حضور سلهود. واتابع الحاضر هنا الاسد سهيل بن سالم بن حمد بن يطبع العامري. واتابع ايضا العابر، العابر مبارك بن منيف بن مطر. المنصوري قادم مع العابر وحضوره. هكذا النداء الثاني للأسماء الحاضرة للشعارات المتواجدة. ولكن نعود إلى شعار بن حماد. بن حماد يتقدم هنا مع معزز مع المركز الأول منذ الانطلاق، وهو المسيطر على البداية وعلى الصدارة والعصافة الأبطان. معزز وإنجازاته، معزز، معزز وبطولاته. يتقدم محمد بن علي بن محمد بن حماد بن حماد الشامسي. الشامسي بحضوره الجميل في هذا الصباح مع معزز. المركز الثاني القادم وافي خليفة بن جمعة بن عتيق. الرميثي قادم، الرميثي حاضر، ولكن ريان حمد بن محمد بن علي بن حاذة. الاكتبي والسلع قادم، وهنا العابر، العابر المبارك بن منيف بن مطر المنصوري. ولكن معزز ووافي، وافي ومعزز، وايضا ريان والعابر، والعابر اقلع عن الزمول وطارن، طارن نحو الفوز ونحو الانتصار. ما بين ريان، ما بين العابر، العابر وريان، ولكن العابر يعبر الى مقدمة الشوط، يعبر الى الصدارة. مبارك بن منيف بن مطر المنصوري. والرقص وثباوي، الرقص وثباوي مع العابر. طار العابر، طار، طار في صباح هذا اليوم في الوثبة في عاصمة الميادين. احمد بن مبارك بن منيف مشكور يا راعي العابر على هذا العرض والتقديم. وسلام يا الوثبة، سلام. المركز الثاني ريان لحمد بن محمد بن علي بن حاذة الاكتبي. والمركز الثالث وصل وافي خليفة بن جمعة بن عتيق الرميثي. والمركز الرابع كان حضور السلع لمحمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. والمركز الخامس كان حضور وتواجد الأسد سالم بن حمد بن سلطان المنصوري. التوقيت 9:32 ستة أجزاء من الثانية. كان العابر لمبارك بن منيف بن مطر المنصوري. تهانينا والفي مبروك. المركز الثاني كان حضور وتواجد ريان 9:33.9 من الثانية. ريان لحمد بن محمد بن علي بن حاذة الاكتبي. والمركز كان أيضا في مع المركز الثالث وافي خليفة بن جمعة بن عتيق الرميثي 9:36.8 أجزاء من الثانية. تهانينا
والف مبروك لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام.